الدكتور أحمد سلمان أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينز عضو الفريق البحثي بجامعة أكسفورد الذي صمم وطور لقاح أسترازينيكا. أهلا وسهلا بك. إذن شركة جلاسكو سميث البريطانية تقول إن دراسات ما قبل سريرية أثبتت فعالية علاجها ضد أوميكرون، هل يمكن وصف ذلك بالأمر المستعجل؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، واسعد الله مساكم بكل خير. طبعا هي النتائج اللي موجودة وتم الإعلان عنها مبنية أكثر على السلالات القديمة وتحديدا سلالة دلتا، يعني وجد أنه يخفض هذا العلاج اللي هو مبني على الأجسام المضادة. يعني أي دواء اسمه في آخره ماب هي اختصار لمونوكلونال أنتي باديز أو أجسام مضادة، وهذا الدواء بيعتمد على استخدام أجسام مضادة. وجد أنه هو فعال في يعني منع دخول المستشفيات أو الحالات الحرجة بنسبة تتجاوز 79% أو قرابة 80% في البالغين. الشيء اللي ممكن يكون إيجابي أو مطمئن هو التأكيد على طبعا فعالية اللقاحات، لأنه هذه الأجسام المضادة بتستهدف تركيب في بروتين الأشواك، وبالتالي في الأشخاص الأصحاء الذين يتلقون اللقاح بينتجوا هذه الأجسام المضادة من جهازهم المناعي. بتكون هذه الأدوية فعالة جدا في الأشخاص اللي جهازهم المناعي لم يستطيع السيطرة على الفيروس وحدثت العدوى، وبالتالي يعني يتم دعمهم بمصادر خارجية للأجسام المضادة زي الأدوية، أو كان مثلا في بداية الوباء عن طريق فصل الأجسام المضادة من البلازما أو من الأشخاص المتعافين. وبالتالي ما زال فعال بنسبة كبيرة حتى تظهر دراسات أكثر بخصوص أوميكرون. أعتقد يعني في جايز بعض الدراسات المعملية حدثت بالفعل للتأكد من قدرة هذه الأجسام المضادة على معادلة الفيروس في قدرته لإصابة خلايا في المعمل، وجايز طبعا تكون الأجسام المضادة أكيد فعالة بنسبة ما. هل هتنخفض عن النسبة اللي أعلنتها بخصوص استجابة هذه الأجسام المضادة لتخفيض الإصابة لدلتا اللي هي كانت 79% أو ستظل كما هي؟ ده اللي ممكن يظهر خلال الفترة القليلة القادمة بإذن الله. طيب، الشركة تحدثت أن الدواء يتم عن طريق حقنة في الذراع، وأظهر قدرته على تقليل إدخالات المستشفيات والوفاة يعني بنسبة تقريبا 79%. كيف يتم اعتماد هذه الطريقة في يعني العلاج؟ طبعا هو ده ليس الدواء الأول اللي يتم استخدامه عن طريق يعني استخدام أجسام مضادة، يعني في أدوية كثيرة بالفعل معتمدة، ولكن ده بياناته يعني بترجح أنه هو أكثر ملائمة لسلالة دلتا وأنه عالي في الفعالية. الفكرة هي يعني حقن أجسام مضادة هتقدر تعادل الفيروس وتقلل من فرصة تكاثره داخل الخلايا، زي يعني الأجسام المضادة اللي بيتم استخدامها حتى في أمراض أخرى، جايز أشهرها مثلا التيتانوس شوت، يعني لو حد مثلا تم جرحه أو إصابته بمثلا شيء معدن صادق أو كده بناخده على المستشفى على طول عشان نديله تيتانوس شوت. دي أجسام مضادة حتى تعادل التوكسينز أو جزء من اللي هتفرزه مثلا بكتيريا. بنفس الفكرة هنا استخدام الأجسام المضادة حقناها في الدم، بنفس فكرة مثلا كان فصل الأجسام المضادة من البلازما للمتعافين، حقن هذه الأجسام المضادة سيرتبط بالفيروس ويعادله ويجعله يعني سهل ملاحظته بجهاز المناعة والتخلص منه ومعادلة الفيروس، وبالتالي يعني يسرع في عملية الشفاء والتعافي. وجايز برضه كان من أشهر الأدوية اللي تم استخدامها العام الماضي عندما أصيب ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تم علاجه أيضا بكوكتيل بين الأجسام المضادة. طيب دكتور، نشهد سباق بين الشركات، يعني منها من يطور علاج والآخر تعلن عن فعالية لقاح ودواء وما إلى ذلك، هل من الممكن وصف ذلك بالسباق الطبي ذو الصبغة التجارية أو الربحية اليوم؟ طبعا يعني هو الموضوع له أبعاد كثيرة، يعني هو أكيد لن يخلو من فكرة يعني إنتاج منتج لحماية أرواح الناس، بالإضافة إلى أنه الشركات أيضا بتحاول تعوض حتى جزء من الأبحاث التي يعني استثمرت فيها لتعويضه بمكسب ما. الفكرة أنه في الأبحاث الطبية يعني دي معلومة جايز تبقى مهمة بصورة عامة، أنه عندما مثلا تستثمر شركة في إنتاج أي منتج دواء أو عقار أو لقاح
لو كانت شغالة مثلا في 10 أبحاث أو 10 مشاريع مختلفة، في الغالب يعني إذا كان محظوظين ممكن مشروع أو اثنين هو اللي يطلع منتج يتم تسويقه، وبالتالي فكرة إن الشركة تتربح منه يعني في طبعا جزء مقبول لكن ليس لدرجة الاستغلال، إنه هو بيحاول يعوض الخسارة اللي صرفها في الأبحاث على مثلا 8 مشاريع أخرى لم تنتج أي منتج بالنسبة لهم. فهو في يعني شيء مقبول، ولكن فكرة إنه الشركات حتى تستطيع أن تكمل إنتاجها واستثماراتها، وإلا طبعا بعد دورة أو دورتين من البحوث لإنتاج منتج لو فشل وخلص الشركة يعني ستفشل. نعم. طب دكتور أحمد، يعني أهمية اليوم إزالة الملكية الفكرية والتجارية خصوصا للقاح، بالتالي يعني هذا طريقة جيدة يعني لضمان أن يصل اللقاح لكل أرجاء العالم. تمام، أنا أكيد أتفق مع فكرة عدم الاحتكار، ويعني لو هتكلم عن رأيي الشخصي، فكرة أنه يتم يعني توزيع نطاق تصنيع اللقاحات عالميا ده شيء ضروري. الفكرة أنه هو لابد أيضا الأخذ في الاعتبار نقطة غاية في الأهمية، هي الكواليتي أو الكفاءة اللي هيتم إنشاء بيها يعني أماكن لإنتاج هذه اللقاحات. يعني إذا تم مثلا بصورة يعني فيها تهور إلغاء تماما فكرة براءات الاختراع أو الحماية على المنتجات، ممكن يحصل عندنا مشكلة هي فكرة أنه أي حد ينتج اللقاح بكواليتي أو كفاءة منخفضة جدا أو جودة منخفضة، وبعد كده ما تقدرش تعمل سيطرة عليه. لكن أنا مع فكرة أنه هو يتم يعني فتح براءات الاختراع، ولكن بوضع قيود على يعني منح هذه التصاريح لأماكن مجهزة على كفاءة وجودة عالية، وبالتالي ده طبعا تحت إدارة المنظمات العالمية الصحية المعترف بها زي منظمة الصحة العالمية أو CBI أو جافي. وبالتالي أكيد أنا يعني مع فكرة عدم الاحتكار، ولكن أيضا مع الحذر الشديد في يعني فتح الموضوع، وأي حد بقى يصنع أي حاجة يقول ده لقاح ويبقى مثلا ذو جودة منخفضة، ويحصل عندنا مشاكل لا قدر الله إن ناس تاخد لقاح لم يتم إنتاجه بالطرق العلمية الصحيحة، فده هيكون أثره سلبي جدا، لأنه الناس ممكن تلاقي في مشاكل بتحدث بعد تلقي اللقاحات، وبالتالي هيبقى فيه تخوف وتأثير سلبي. نعم. فلا بد من موازنة هذا الأمر حتى يعني يتم إنتاج اللقاحات بكميات وكفاءة عالية، وأيضا توزيعها حتى تصل لكل المحتاجين في الدول النامية والمتوسطة. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد سلمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينز، عضو الفريق البحثي بجامعة أكسفورد.